هكذا بدأت أغلب محافظات الجمهورية غارقة حتى أذنيها، بيد أنه لا فرق بين البر والبحر بعد أن حولتها سيول الأمطار إلى ما يشبه البحيرة. صور لمساحات واسعة مغمورة بالمياه بدأت آثارها على ما خلفته من خسائر في الممتلكات والأرواح، فيما تبقى علامات الخوف مستمرة تحسبا لانهيارات صخرية قد تحدث. تقرير خاص أعلنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن وفاة ما يقارب 24 شخصا جراء تلك السيول في محافظات الحديدة وريمة وعمران وحجة وصنعاء ومأرب والمحويت وعدن، فيما بلغ عدد المتضررين منها 49 ألف جراء تلك السيول. ممثل منظمة الإغاثة والزراعة في الأمم المتحدة الفاو أكد أن المنظمة تعتزم متابعة الأضرار التي ألحقتها الفيضانات في المحافظات المتضررة والعمل على معالجتها بالتنسيق مع مكاتب الزراعة والجهات المحلية والشركات ذات العلاقة. تستمر مشكلة السيول مؤرقة للمواطنين في ظل تكررها عاما بعد آخر، في ظل غياب الدور الحكومي ووقوف المواطن وحيدا في مواجهة تلك الكوارث الطبيعية.